استعدادات مرتبكة وجهود بطيئة للسلطات المحلية لمواجهة جائحة كورونا في ظل الانتشار وتأكيد حالات الإصابة بالفيروس، الأمر ذاته الذي دفع بالمؤسسات المحلية لإطلاق مبادراتها في القطاع الطبي. هنا في مركز شفاك لعزل حالات الإصابة جانب من الجهود التي أنشئت للإسهام في إنقاذ السكان من تفشي الفيروس. يقدم مركز العزل الطبي شفاك التابع لمؤسسة الشيخ حمد سعيد المخلافي خدماته المتكاملة والشاملة لمرضى فيروس كورونا هنا في تعز. المركز يقدم هذه الخدمات وفق كادر طبي مؤهل وفق معايير الصحة العالمية، وحاليا يتم كذلك توسعة الطاقة الاستيعابية لهذا المركز بحيث يتضمن أو يستوعب لا قدر الله المرضى في هذه المحافظة خلال الفترة القادمة. يحوي هذا المركز على 8 أجهزة تنفس اصطناعي بالإضافة إلى كادر طبي متخصص جرى تدريبه للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا، إلا أن ذلك لا يبدو كافيا خصوصا مع الإعلان عن نفاذ محاليل PCR الخاصة بفحص حالات كورونا، وهو أمر يفاقم حجم الكارثة في ظل الارتفاع المتزايد لحالات الاشتباه بالإصابة. مركز شفاك للآن يحتوي على 30 سرير، 8 وحدات عناية مركزة، و8 أجهزة تنفس صناعي. المركز نموذجي من حيث تطبيقه للوائح وقواعد منظمة الصحة العالمية. الكادر تم تدريبه، استعنا بكوادر تم تدريبها على يد منظمة الصحة العالمية. الكادر إلى الآن يكفي للحالات الموجودة حاليا. طبعا نخطط لزيادة الكادر وتوسيع المركز بحالة ازدياد الحالات أكثر من الذي يحصل الآن، لكن نناشد ونحذر أن مهما كانت القدرات سنقف عاجزين في أول موجة من انتشار الحالات بتعز. لم تتوقف نداءات الاستغاثة من قبل الجهات الطبية للحكومة والمنظمة الإغاثية للتوجه في دعم المحافظة بالمستلزمات الطبية الضرورية، خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا في العاصمة المؤقتة عدن المتاخمة لتعز. هنا واحدة من غرف العزل والتي جرى تجهيزها بشكل كامل لاستقبال الحالات المؤكدة وسط مناشدات للقائمين على المركز للجهات الرسمية العمل على إغلاق منافذ المحافظة وتجهيز مراكز العزل والحجر الصحي وفرض حظر التجوال في المدينة لمنع تفشي الفيروس، خصوصا بعد تسجيل حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.